انت جاي تلعب بينا يا جدع انت ولا ايه؟ لا يا زناتي، انا جاي اجيب لكم حل ردينا كلنا بالقانون. القانون محتاج متهم علشان يحاكمه يا سليم بيه. موجود. وده هنجيبه منين ان شاء الله؟ موت ندى يخص تامر، وتامر شويه هيطلع بره البلد لحد ما الحكم يسقط عليه، وانا اتفقت كده مع الحاج لطفي. يفضل ايه؟ يفضل كتير، موت زياد. يخص زناتي. نعم اخويا، انتوا جايبيني هنا عشان تتفقوا عليا ولا ايه؟ اهدى يا زناتي، ما تقول كلام يدخل العقل يا سليم بيه. يا راي يا متر، هو انا بقول حاجه غير الحقيقه؟ مش زناتي اللي موت زياد ولا ايه؟ انا اللي موتته، والبهاشر وكاتب كل حاجه يعني ما يقدروش يبيعوني، واقولهم الحاج اللي جيت اتفق معاك ده. ومين قال اللي انا عايزهم يبيعوك يا زناتي؟ امال ايه يعني؟ عايزنا ندخل السجن يا جماعه عشان سعادتك تتبسط وترتاح؟ لا يا زناتي، احنا كلنا دلوقتي هنتفق على شهاده واحده نقولها قدام النيابه. اللي قتل زياد هو المرحوم رفاعي. ايه الجنان ده؟ ورفاعي هيقتل زياد ليه؟ استنى يا معالي النايب، كمل يا سليم بيه. المتر فهمني اهو. لازمته ايه بقى حد يتاذي فينا بسبب زياد؟ مرفعه عشيله وبرضه مش هيتاذي عشان خلاص مات. احنا زي ما جبتناش الفكره العبقريه المجنونه دي، عشان طول الوقت كنا بنفكر ان احنا نحارب بعض. مفيش مره واحده فكرنا نحط ايدينا في ايدين بعض ونشوف حل. ايه يا متر، انت هتصدق الهلوسه اللي بقولها دي ولا ايه؟ استنى يا زناتي. استنى ايه تاني؟ لما تسلموني. وانا اسلمك ليه يا زناتي؟ انا ما يهمنيش مين قتل زياد، انا اللي يهمني نسبه براءتي. انا عارف ان انت قتلت زياد، زي ما انا عارف ان انت قتلت رفاعي وتيسر، بس كل ده ما يهمنيش. اللي يهمني دلوقتي الناس بتحقي. وانا الكلام ده ما يدخلش ذمتي بمليه. انا موتك دلوقتي والبهوات يشهدوا معايا انك اتهجمت علينا، وانا موتك دفاع عن النفس، وهي مش اول ولا اخر مره يشهدوا زور يعني. انتوا ايه؟ مش متفقين مع بعض؟ نعم، متفق مع مين وفيه بالظبط؟ اسمع زناتي، انا عارف انك متفق مع سليم تديله الفيديو ورفاعي يشيل قضيه زياد. ما حصلش، مش قلت لكم الجدع ده بيلعب بينا؟ الحكايه سليم بيه. الحكاية خلصت خلاص يا لطفي. نزل سلاحك انت وهو. نزلوا سلاحكم. نزل سلاحك يا زناتي. انت مش شايف اللي حواليك؟ لا شايف، بس انت كمان لازم تشوف ان مش زناتي اللي هروح اوانطة، ولو حد فيكم قرب خطوة كمان هفرتك دماغ صاحبك اللي انت متفق معاه ده، انت فاهم؟ اللعبة خلصت خلاص يا زناتي، وانت كده كده رايح. نزل سلاحك عشان نعرف نتكلم. مش هروح لوحدي، ولو كنت فاكر انتوا هتلعبوها بشوات مع بعض وهيشيلها الامين الغلبان تبقى غلطان. انا مش هروح لوحدي، انت فاهم؟ ومش هغرق لوحدي. لو هنغرق هنغرق كلنا يعني، عليا وعلى اعدائي. زناتي الحكايه خلاص، مفيهاش امين وظابط، اللي غلط هيتحاسب. ما انتوا كمان بتغلطوا، ما حدش فيكم يتحاسب. هو سليم ده احسن مني في ايه؟ اهدى يا زناتي، اهدى عشان نعرف نتكلم. ما تقوليش اهدى، انا مش مجنون. اهدى يا زناتي، خلينا نعرف نتكلم. اهدى. اكيد دلوقتي صدقتني يا صلاح بيه، ولو مت دلوقتي ولا قتلني يبقى ذنبي في رقبتك. هو ده اللي همك؟ اتفضل يا باشا، حد الله بيني وبين الحرام. مش هوصي تسليم، انا عاوز اعترافات واضحه. مش عاوزين كل اللي عملناه ده يروح على الارض. متقلقش يا باشا، هقررهم لك واحد واحد. انت ما تعرفش عماد بيت عامل قد ايه لحد ما وافق ان انا اقدم طلب للنيابه بتسجيل المقابله دي.
حتى النائب العام ما وافقش غير لما وعدته ان الموضوع ده كله شايلون على مسؤوليتي بشكل شخصي. متقلقش، لو خرجت من جوه عايش مش صغر رقبتك. خد بالك من نفسك يا سليم. كله على الله. كان نفسي يطلع عايش عشان يدفع تمن اللي عمله. اللي ما دفعوش في الدنيا اسليم هيدفعه في الاخره. اظن انا كده عملت كل اللي عليا ووفيت بكل وعودي. ما عادش فاضل لي دلوقتي غير ان انا اقبض على ابن لطفه والمجد عشان حق ندم. والشكل ده ابقى خلصت من القضيه دي خالص. سليم شغل نفسك بحاجات مش هتفرق كتير. حتى لو انا اقتنعت انك بريء ما اعتقدش ان ده هيغير في موقفك القانوني في حاجه. افرض وساعدتني اجيب دليل براءتي. ازاي؟ انا عندي خطه ممكن نجيب اعترافات منهم وتسجيلات منهم ان هم اللي عملوا كل ده. بس عشان ده يحصل محتاجين اذن من النيابه. وانت الوحيد اللي تقدر تساعدني. انت كده عملت اللي عليك. ابن لطفي ده بتاعنا. انا اللي هجيبه. تجيب المايك؟ اتفضل يا باشا. عاقبني بس سيبوني يا رب سيبوني يا رب ما عنديش غير قتلي. أنا مجرد مستشار قانوني وبحكم إن أنا محامي ما أقدرش أطلع أسرار موكلي بره أبداً. طب والشهادة الزور؟ التستر على مجرم هربان من العدالة وإخفاء الأدلة. عملت كل ده عشان أحمي ابني. لأني ما عنديش غيره. عشان يربيني. ما هو قولك في طهارة النائب تميم زهدي في الأمر؟ الحقيقة تميم كان معايا خطوة بخطوة. هو كان على دراية بكل حاجة. أنا من رأيي بقى تسيبك من كلام المحامين ده. مش هينفعك بحاجة. لا هقول لحضرتك على كل حاجة. اكتب يا ابني. يخلى سبيل كل من سليم عبد الحميد الأنصاري وإبراهيم سعيد السني من سرايا النيابة. مبروك يا ابراهيم. مبروك عليك الورقة يا سليم بيه. تلاش الموضوع حسن الضبع خلاص خلص. كلها كام يوم وهتلاقيه في الكلبش. كلبش؟ فاكر كلبش يا سليم بيه؟ انت بتضحك؟ دي كانت ايام سودة يا جدع. الحمد لله يا بيه. كفاية بس ان انا اتعرفت عليك. الحمد لله. خلي بالك من نفسك. ربنا يسعدك يا سليم بيه. ما تنساش تبقى تعزمني في الفرح بتاعك. فرح ايه ده؟ يبقى كله ظباط. شايف اعزم مسجلين. ربنا يا رب يبارك فيك يا بيه. تعالى بقى اطمنهم لحسن يتجننوا عليك. الحمد لله. يلا يا قلبي يا قلبي يا قلبي. عبد الله على سلامتك. وحشتوني يا ابني.
نورت بيتك يا ست البنات. ده بيت صالح ابو فضل وهيفضل طول عمره بيت صالح ابو فضل. عم صالح يفضل طول عمره عايش طالما عنده بنت زيك. سابني لوحدي يا سليم. مفيش الكلام ده، محدش سابك لوحدك. احنا اخواتك ونفضل حواليك، اي وقت هتحتاجينا هتلاقينا. عديت لدماغك ناشفه، قلت لك تعالي عيشي معانا. ولو ما عجبكيش تعيش عند مامة سليم بيه تيجي تعيشي معايا انا، مع سميحه ورؤية والبنت نوره وهيهيصوك هيصه، يعني احسن صداع في الدنيا يجي. ومين اللي هيفتح البيت؟ يا ست ما تقلقيش، احنا ان شاء الله هيتفتح بنفسك، واحنا هنجيلك وهننطلك هنا وهنجيب عيالنا وهنهيص ومش هنسيبك ولا اسبوع واحد، مش كده سليم بيه؟ صح، ما تشيليش هم. يلا شوف وشك بخير، خلي بالك من نفسك. وانت كمان. يلا يلا بقى. نسيت ان الاجنبه مرتبط. مبروك يا سليم، بكره الصبح تقدر تستلم شغلك ان شاء الله. شكرا لسعادتك. عايز تشكر صحيح؟ تشكر بقى صلاح بيه. هو اللي شال الليلة كلها على مسؤوليته الشخصية. لو فضلت طول عمري احاول ارد لك الجميل اللي عملته معايا مش هقدر. بلاش الكلام الكبير ده يا سليم. احنا هنا عشان ننفذ شغلنا وبس. ويا ريت نعتبر اللي حصل ده فرصة نراجع نفسنا ونتعلم منها. عندك حق دي. يلا. ربنا بقى معاكوا في اللي جاي. مش عاوزين مشاكل تاني يا سليم. مش عاوز تجيني عنك اي مشكله يا باشا. وانا بتاع مشاكل؟ خلاص خلاص اتعلمت. طب كويس، بس انا بقى مستغرب سعادتك لما قلت كلنا لازم نتعلم. لا طبعا كلنا لازم نتعلم، واولكم انا. تعرف يا سليم انا ليه ساعدتك؟ ليه يا باشا؟ انا ابويا كان ضابط في الداخليه، في الفتره اللي انا اتخرجت فيها من الكليه كان هو بيخدم في الصعيد في التسعينات، هي موجة الإرهاب والحاجات دي، وكان عنده ضابط تحته كان عنيف قوي، وأبويا حاول كتير يرجعه عن عنفه لكن هو كان مصر، لدرجة إنه ربى عداوات كتيرة قوي بين أهل الصعيد وبينه وبين الإرهابيين لحد ما قرروا يتخلصوا منه. غريبة دي، أهلي وإرهابيين مع بعض. شفت الافتراء بقى؟ ويوم ما قرروا ينفذوا جريمتهم استنوه قدام المدورية، وخرج ابويا وخرج الضابط ده وراه، فتحوا النار ودارت معركة. ابويا اتصاب برصاصتين في ظهره العمود الفقري، اتشل وقعد على كرسي لا بيتكلم ولا بيتحرك. طب الضابط التاني؟ اتصاب في رجليه، دخل المستشفى وتعالج وخرج ورجع لشغله، فضل يترقى ويترقى ويترقى لحد ما بقى في المكتب اللي احنا لسه خارجين منه ده. عماد بيه؟ الحمد لله. ابويا عايش بس قاعد على كرسي لا بيتحرك ولا بيتكلم. ربنا يديله الصحة، بس برضه معلش يعني أنا مش فاهم اللي حصل ده إيه علاقته بيا. في الأول خالص أنا كنت مصر أجيبك بإيدي وبسناني وأسلمك بنفسي، إنك كنت بالنسبة لي نسخة مكررة من عماد. لما اكتشفت براءتك اكتشفت إنك نسخة مكررة من أبويا اللي دفع ثمن غلطة واحد تاني. الحمد لله. خد بالك من نفسك يا سليم. أنا مش عارف أرد لك الجميل ده إزاي. لو عاوز ترد لي جميلة بجد، أوعدني إنك لا تظلم ولا تساعد ظالم. ولا أعمل مشاكل. ولا تعمل مشاكل.
السلامة يا سليم. خلاص خلصت. راضي عني يا سيادة اللواء؟ راضي عني. طول ما احنا عايشين هنفضل نغلط، لكن المهم إننا نتعلم من غلطنا. مش كل اللي بتشوفه عينينا لازم بالضرورة يكون حقيقي. الشر له ألف وش ووش، والخير كتير بيبقى متداري. ولحد يوم الدين هيفضل صراع قائم ما بين الخير والشر، ودورنا إننا ندور ونفكر ونحس علشان نعرف نختار طريقنا ونمشي فيه لحد ما نوصل للحقيقة. الحكاية ما خلصتش على كده، الحكاية لسه فيها كتير.